رجل المباراة في لقاء الأهلي والمقصة كان كهربا، والحقيقة تألق وقدم مباراة جيدة جدا، ساهم في ضربة الجزاء وسجل، لكنه كمان كان بعد المباراة مباشرة ضيفا على الزميل سيف زاهر. وهنا استوقفنا في حوار كهربا المطول نقطة مهمة. فاكرين حكاية المعدية والكوبري؟ أصل الأهلي هرب كهربا علشان يضيع على الزمالك الدوري. الأهلي عمل مشكلة والمهندس عادل القيعي حجز له مش عارف في البرتغال ولا فين وسافر عشان يرجعه. وحتة الأنطرة اللي أنتوا بتسمعوها. دلوقتي كهربا في الأهلي. ومشاكله مع الزمالك انتفى سببها ومصدرها. النهارده مع سيف زاهر مش في شاشة الأهلي، كهربا بيقول موقف الأهلي من التفاوض معاه إمتى؟ ولما سافر من الزمالك للخارج هل الأهلي كان على بينة؟ ولا كهربا كان رايح فين بالظبط؟ نشوف. لا لا، انا موضوع الاهلي جه وانا هنا، انا كنت اصلا رايح بيراميدز. قبل ما تسافر؟ موضوع الاهلي جه لما انا رجعت مصر في شهر، رجعت من البرتغال. رجعت من بيراميدز. يعني انت رجعت من البرتغال؟ رايح بيراميدز. انت كنت راجع على بيراميدز؟ اه، كنت همضي في بيراميدز اصلا. اه. يعني بصراحة ناس محترمة و فلوس كويسة طبعا. كنت هتقفش في العالي. كلموني الصراحة يعني. والله والدنيا تمام يعني بس يعني ما حصلش نصيب يعني. ان ليه بقى؟ ما انا ساعتها الاهلي كلمني، انا كنت يعني انا خلاص يعني كان نفسي الاهلي هو اللي يكلمني. اه، والاهلي اداك فلوس بيراميدز؟ الاهلي اداك فلوس؟ لا لا لا، انا عمري ما رحت الاهلي مش عشان فلوس خالص والله. يعني بيراميدز كان اكتر من الاهلي في الفلوس؟ ده كان اكتر بكتير قوي. بكتير قوي؟ كتير قوي قوي يعني، قوي كمان والله العظيم. اه يعني، بس هم محترمين جدا يعني بصراحه يعني. اه، فكنت انا مستني الاهلي، حتى يمكن انا لما قعدت معاهم يعني قلت له انا انت عارف ان انا معاك، بس اديني بس اسبوع استنى بس، لو في الاهلي كلموني اروح. طب انت ما في الاهلي قلت لهم مثلا انا جاي لي كذا من بيراميدز؟ قلت لهم. قالوا لك ايه؟ قالوا لك احنا الاهلي. لا، قال لي يعني بص، هم طبعا يعني اتكلم معايا بصراحه يعني، قال لي احنا النادي الاهلي وانت ابننا بس الاهلي يسوى فلوس. النادي الاهلي يسوى فلوس، التيشيرت يسوى الفلوس كلها، دي حقيقه. يعني انا كنت المفروض ادفع فلوس عشان اصلا نادي التيشيرت بصراحه. والله العظيم، والله العظيم يا كابتن. يعني انت سبت ملايين كتيره عشان تروح الاهلي؟ طبعا، اللي انا بشوف في النادي الفتره دي اختلاف غير طبيعي من ساعه ما دخلت النادي. يعني كهربا بيوضح، انما الناس هتقفل. هي دي الحقيقه يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، ما هو كهربا في الكواليس قال لك بيراميدز اللي كان ورا التفاوض معايا وانا في البرتغال، وانا سافرت من الزمالك راح البرتغال ورجع على بيراميدز وموعود بفلوس كتيره. قال له اكتر من الاهلي؟ قال له كتيره جدا. لكن لما اتقال لي ممكن تيجي الاهلي سبت كل حاجه. وبرضه الحوار ده يعني كان مبادرات من وسطاء بييجوا يكلموا الاهلي. اه، هو حابب انه يجي الاهلي وممكن يجي الاهلي وكده، والاهلي كان بيدرس الموقف من الناحيه الفنيه ومن الناحيه القانونيه كمان. اه، فما كانش الاجابه فورا. اي ده يعني خدت وقت في الدراسه، وفايلر الراي فيها في الاخر، وجاء هو باصراره انه يجي النادي الاهلي. قال لك انا ادفع فلوس وارجع الاهلي. عشان كده يا ريت الحياه تبقى باينه، عشان برضو الاخوه بتوع الكوبري والانطاره وسفروا ورجعوا تبقى واضحه بالنسبه لكم. كهربا سافر من الزمالك على اساس انه هينتقل الى بيراميدز، حصل تقاطع بعد كده انه طب ما يجي الاهلي، ساب كل حاجة وقال لك ده أنا أدفع فلوس وأرجع الأهلي. يا ريت تكون الحقيقة وضحت. لكن لو قابلت نجم كبير جدا، كبير وأسطورة، تتصور معاه ولا يحصل لك إيه؟ بعد الفاصل.